أبي، أنت بخير؟ لازلت تتألم؟ لا تقلقي، لقد أصبحت بخير وسأشفى بعد وقت قريب. الحمد لله. لا تقلقوا، إن احتجتم لشيء يجيت سيخبرني. أرطغرل، لقد أخبرني يجيت، ومن الواضح أن الذين ربوك هم أناس أبطال. أنتم ساعدتمونا وحميتمونا. تصرفنا وفق أعرافنا فقط، وهذا واجبنا. لكن هناك أناس نسوا أعرافهم وتقاليدهم، ومن الواضح أن الله تعالى يحبني، وأنت لك فضل علينا الآن. أستغفر الله، أنا ذاهب، ارتاحوا قليلا. اسمعيني يا حليمة، أريد أن تعثري لنا على حصان. جهزي نفسك أنت وأخاك ولا تظهر هذا لأحد. ولمن حصان أبي؟ ماذا سنفعل؟ سنغادر. حليمة، لم يعد هناك حل. إذا بقينا بهذا المخيم أكثر، حينها سوف نجلب المصائب عليهم. سأذهب للإسطبل. وماذا تريد أن تفعل في الإسطبل جوندوغدو؟ أريد أن أرى الحصان الجديد، وأنت أيضا جهزي نفسك للذهاب إلى حلب. لا تقلق، سوف أجهز كل شيء بسرعة. متأكد أنك من سيذهب؟ ماذا تقولين؟ أنا من طرح الفكرة في الاجتماع، وأنا من سيذهب، هل فهمت الآن؟ أنت متأكد؟ ما بك اليوم سيلجان؟ تتكلمين بشكل غريب منذ الصباح. لا أعرف إن كنت سأحزن لذهابك أم أحزن إن اختار أبوك أحدا آخر غيرك ولم يدعك تذهب. بالطبع أبي سيرسلني، من سيذهب غيري؟ يا امرأة، انظري، إن كنت حزينة الآن لأني سأذهب، فسوف أعود بسرعة لتستقبليني أنت وابننا معا. عندما أفكر أنك ستغادر وأنا أكون هنا أجهز أغراض سفرك، أحس أن قلبي ينفطر جوندوغدو. سأرى الحصان بعد الاجتماع إذن. أتأذن لي بالدخول يا سيدي؟ تعال حمزة، تعال. السلام عليكم. خيرا سيدي، الشاه سليمان يريد أن يراك. هيا، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بسم الله. قراري، أرطغرل هو من سيذهب إلى حلب. جوندوغدو، عندي كلام أقوله لك، ابقى هنا. أرطغرل، جهز نفسك للذهاب وأخبر الياس فقيه يذهب معك أيضا. هيا بسرعة، اركضوا، هيا يا ترغوت، هيا أسرع، هيا.
الذي ربح، أنا الذي ربح. هذا الكلام، أنا الذي ربح، تجاوزت الخط قبلك. ما الذي تقوله؟ تجاوزته قبلك، أنت أعمى، أيكون ستحكم؟ شهادتها غير مقبولة، إنها حبيبتك. ها؟ أنا لا أقول غير الحق يا بامسي بيرك، منذ متى تعرفوني أكذب؟ ها؟ قلت لك لا تفعل هذا ثانية. وماذا إن فعلتها؟ صحيح أن رأسك كالصخر، لكنني سأكسره. حقا؟ تعال جرب إن استطعت. هيا تعال، تعال، هيا. كفى أن تمرد انقفاء. ما به أرطغرل؟ سليمان شاه طلبه في خيمته. خيرا إن شاء الله. هل سيذهب لصيد الغزلان؟ في المرة السابقة اصطاد غزالة جميلة. تجهزوا، سنذهب إلى حلب. انظروا، لقد زاد وزني وأنا جالس هنا. وأخبروا إلياس فقيه، سوف يأتي معنا. أمرك. أنا الذي اقترحت عليكم فكرة حلب، وأنا من قال أن العزيز يريد جنودا يقاتلون معه. لماذا أرطغرل أبي؟ لنفس هذا السبب بني، لأنك دائما تقول أنا أعرف وأنا فعلتها. منذ متى وأنت تخبئ التكبر داخلك؟ تقصد أنا متكبر؟ المخيم كله سوف يموت من الجوع، ولم يعد عندنا شيء، وحتى لا نستطيع الغزو. لماذا؟ لأن الدمامل على جسم سيد القبيلة. أغلق فمك. لا سأتكلم يا أبي، كل أهل المخيم بدأوا يشتكون من كبر سنك. أخي أبعد يدك عني. جئت لتقول إن أخاك له الحق أن يكون السفير؟ أجل، لماذا أنا وليس أخي؟ لأنه أسير لنفسه ولا يسيطر عليها. وهكذا ستطفأ ناره. أما عن النار التي بداخلك، فضيوفنا سيبقون هنا حتى ترجع للمخيم. أنا أقول لك هذا كي لا تكون ضعيفا أثناء المهمة، ولترجع لنا بالأخبار السارة. حملتك مسؤولية مستقبل كايلار، فشلك سيكون كارثة علينا، فنحن مستعدون لدفع أي ثمن يريده العزيز مقابل الأرض، ولا نريد لأحد منا أن يكون ضحيته. لا تنسى هذا، بقدر ما يحتاج أهل القبيلة لوطن، بقدر ما يحتاج العزيز لمحاربي كايلار. ارفع رأسك وأرهم رجولتك، واعرف جيدا ما الذي تريده وما الثمن الذي سيدفع له. بأمان الله وحفظه. سأنفذ المهمة ولو ضحيت بحياتي. سأعود بسرعة ولن أخذلك. ما الأمر؟ غوندوغدو، غوندوغدو قف، غوندوغدو لا، ابتعد عني. حمزة يا حراس تعالوا.
قف جندوجدو، ما بك؟ اخرج، هيا اهرب من هنا. اخرج. ألم تقل ماذا حصل؟ السفير هو أرطغرل. قلت لك من قبل. كفى! خذ، هيا اشرب الماء، هيا اشرب. حتما أمك هي وراء هذه النصيحة. أنا سوف أريهم، لا تخافي، أعرف جيدا ما الذي سأفعله. لا، لا تتصرف بغضب، أنت من سيخسر جندوجدو. كفى زلجان، ابتعد عني الآن. اجمع كل رجالك وجهزهم بأسرع وقت لتأخذ حقك من أخيك الذي أخذ مكانك عند والدك، ودع الجميع يتورطون معه، ولا تنسى أبدا أن الحظ السعيد يبقى في خيمة الأسياد. أحس بحرقة في داخلي ولا أستطيع التحمل، أكاد أن أموت. وكأنني أتركك لأول مرة. أساسا لم نلتقي تورغوت، هل انتظار الحبيب طوال الوقت أمر سهل بالنسبة لفتاة مثلي؟ أنا لست منزعجة لأنك ذاهب الآن، ما يزعجني هو أننا لا نلتقي، وكلما قلنا نريد أن نتزوج أجل الموضوع. أعدك هذه آخر مرة يؤجل، لا أعرف إن كنا سننجح في المهمة، لكن أعدك سنتزوج حين أعود وسنكون مع بعضنا، وسيقولون آيكوز وتورغوت تزوجوا من بعضهم أخيرا، وستدق الطبول لأيام، وكل البنات في المخيم سيزفون أجمل فتاة لعريسها، وسوف ينظرون إليها وينتظرون دورهم، وسيموتون من الغيظ عندما يرون أجمل فتاة تذهب لخيمة حبيبها. أنا حزينة لأجلك تيتوس، ولا أعرف كيف أعبر لك عن ذلك. أنت تفهمينني جيدا إلينورا، لأن الذين قتلوا أباك مسلمون. انتبه لنفسك تيتوس، لا نريد أن نخسرك. سأعود إلينورا، لا تقلقي علي. ها ها، أنت شهدت أن هناك قائدا ممتازا، وهو الذي درب حراس المعبد هنا إلينورا. الانتقام هو الذي كان ينقص تيتوس، وبدون الانتقام لا يصبح هناك فرق بين الفارس والجندي. موت بيسول اليوم هو من سيجعله فارسا. أتمنى أن يسامح الرب بيسول ويغفر له. إذا أردنا النظر للهدايا فهذا يعني أن سليمان شاه فهم خطأه. إن سيدنا يحب السلاجقة ويحترمهم، لكن هذه الهدايا مني أنا كارتويكار. أعطيتكم مهلة وستنتهي غداً يا كورد أوغلو، إذا لم تسلموهم فهذا السلجوقي الغاضب حينها سوف يحرق كل مخيم كايلار، وأنت ستحترق معنا إن فعلت هذا كارتويغار. كيف تتجرأ علي؟ إياك أن تقول أن السلطان عنده علم بما يحدث، فعدد جنودك لا يكفيك لأن تذهب وتأخذ الأسرى من سليمان شاه، يجب أن تجهز جيشا ضخما. الجند الذين معك
لا يكفون لإحراق مخيم كايلار. أنت تقدر، لكن قبل هذا يجب أن ترسل للسلطان وتخبره، وهذا سيضر بمصالحك، أو الأصح سيضر بمصالحنا. ما قصدته، يجب عليك أن تسمع ما أقوله لتنجح في الأمر ولتخرجهم من المخيم. هذا يعني أنك أتيت لتعقد معي اتفاقا. تكلم إذن، من الذي قتلهم؟ أهو سليمان شاه؟ ليس سليمان من قتلهم، أرطغرل. بامسي، دوغان، أراك ستسافر. متى السفر؟ نحن ذاهبون إلى حلب بعد أذان الفجر. وكل شيء جاهز؟ المحارب جاهز دائما. معك حق، الاعتياد يسهل كل شيء ويصعب كل شيء أيضا. ليكن الله معكم. انتبه أن تطلقك الشمس أو تبرد المطر روحك. لا تلمس بقدمك الحجر، اذهب كالماء وعد إلى هنا كالماء. أتمنى أن أذهب كالطائر وأعود بأسرع وقت. عد حتى تفرح أهلك. وأنت؟ أنا سأكون قد رحلت. لا تذهبي، انتظري حتى أرجع، وأبوك يجب أن يرتاح أيضا. بأمان الله سيد أرطغرل. عندما أرجع هناك شيء أفكر فيه. ضيوفنا الذين في المخيم، هل هم أقارب السلطان علاء الدين؟ هذا لا يعنيك أبدا. اهدأ، أعرف أن هذا لا يعنيني. هات ما عندك، قل لي بماذا تفكر. إذا أردت الوصول لما تريد فعندي لك شرط صغير فقط. أرطغرل، اسمع، كما هي ابنتي قطعة من روحي، حليمة وعائلتها كذلك الآن. لا أريدك أن تقلق. حفظك الله وسلمك دادينير. يسر الله لك طريقك يا بني. أنا حقا أفتخر بأمانتك، فقد وثقت بي من بين الجميع، وحتى ساعدتني بالعمل ورفعت قيمتي، ولهذا السبب أنا مدين لك بما فعلته معي. حليمة وعائلتها أمانة عندي، اذهب أنت مطمئن. هيا
مع السلامة. يدك سيدي. ابني العزيز، أنت روحي، ليوفقكم الله في مهمتكم. قبيلة كايلار أمانة عندك، فلا تخذلها، وكن على قدر المسؤولية التي حملك إياها أبوك. وفقك الله يا بني. سيكون هناك ذهاب وعودة، وبعد العودة لن أراك أبدا. سأذهب بسرعة ولن أقف حتى أرجع وأراك. يسر الله طريقك أرطغرل. أنت تبعد العصيان والعقاب عن أبيك، وهو يرسل بدلا عنك أرطغرل. كنت أعرف أنك ستأتي. أهلا بك. لا يهمني موضوع الأسرى أبدا كارت هيجار. هم هربوا منا بأراضيكم، وقد فعلنا ما يجب أن نفعله، وأنا أتيت إليك لتقول لي اسم قاتل أخي.
وهل ستبقى صابرا لتكون جلادة؟ انتبه حتى لا يلف الجلاد الحبل على رقبتك. لا أنصحك أبدا أن ترمي علي نتيجة فشلك وخسارتك، ففرسانك الذين تمدحهم لم يستطيعوا الوقوف في وجه بعض الفرسان. قل لي ماذا تريد لتعطيني اسم من قتلهم؟ تيتوس، ما سأعطيك إياه هو أكثر من الذي تريده، سأجعله يسلمك نفسه. فهذه المسائل لا تحتاج إلى التفاوض، هل تفهمني؟ واعتبرها مساعدة لصديق يتألم. ليس من عاداتنا أن نقدم المساعدة دون ثمن. أعرف هذا. من؟ هو ابن سليمان شاه واسمه أرطغرل. أيكز، صنعنا رسومات جديدة، تعالي. انتظريني لحظة. متى سوف تذهبون؟ حين يأمر أبي نذهب. لا تحاولي أن تعاندي، لا أحد أبدا يريدكم في المخيم، لذا إن بقي عندكم كرامة اذهبوا بأسرع وقت. ليس من عاداتنا أن نقول للضيف اذهب، لهذا لم يكلمكم أحد. وأيضا هل هكذا تردون المعروف لمن يساعدكم؟ هل برأيك وجودكم هنا هو من مصلحة القبيلة التي داوتكم وأعطتكم خيمة وطعاما كي تأكلوه؟ أنا إذا بقيت تسعين للذي في رأسك سيسفك هنا دم كثير، لذا عليكم الذهاب فورا. حليمة، حليمة سيرجان، ماذا قلت لها؟ ما يجب أن تسمع. وأنت من يقول للضيوف ما يحبون سماعه؟ أنا أفكر بسلامة المخيم، كان يجب أن أقول لها هذا حين أتت. هذا جيد سيرجان، ابنة السيد لا تعرف التقاليد، والفتيات يعصين الكبار ويعارضن الأوامر. انتبهي لتصرفاتك سيرجان، فالحجارة التي تجمعينها أنت ما سيضرب بها. ما الأمر؟ لا دخل لك.
أرطغرل على الطريق ومعه 4 رجال. حان وقت الانتقام. العدالة الإلهية. قل لي إلى أين ذهبوا؟ إلى حلب. سأذهب الآن وأخذ بثأر أخي. لن أسمح لك بهذا أبدا يا تيتوس. لماذا؟ لأن هذه المنطقة أنا الحاكم فيها، واستعمال القوة هنا أنا الوحيد الذي أعطي الأوامر به. وها أنا أحذرك، إن سالت قطرة دم سألغي اتفاقي معك ومع جماعتكم. لكن هذا الرجل قتل بيسول كاراتويغار، ووعدت أن أقتله لأنتقم، ولهذا أريد أن أستلمه حيا. لا تقلق أبدا على هذا الأمر، سوف يأتي بنفسه ويجلس بين يديك ويذبح كالأضحية. لقد أقنعت كاراتويغار سيدي، وهو يريد أن نهتم بالضيوف ونعالج الرجل لتعود صحته. ألم تعرف منه من يكونون؟ لم يرضى أن يقول لي من هم أبدا، لكن من القلق الذي بدا عليه في اللقاء فقد أيقنت أن ضيوفنا مهمون ويجب علينا الاستفادة من هذه الفرصة. أنت طلبتني إليك سيدي. إذا لم يبقى لديك أخبار اذهب وارتح كوردوغلو، تعبت اليوم. تعال. خلصني من هذه الدمامل بسرعة أكجاكوجا. إن شاء الله. موتي سيكون بسببها على الأغلب. سوف تخبرني بكل شيء. أمرك سيدي. كل شيء جاهز، وضعت ما يلزمنا وسنذهب الليلة. لا تفكر بجرحك، تعلمت من أكجاكوجا كيف سأداويه. حليمة لا تقلقي يا ابنتي، نحن الآن سنهرب إلى مكان آخر لنختبئ فيه، هكذا فقط. أعرف يا أبي، أعرف أننا سنهرب. لا أعرف ما يدور في رأسك يا ابنتي، لكن ما الذي تغير في هذا المكان؟ هل تخفين عني شيئا؟ تعبت كثيرا أبي، تعبت من الهرب طوال الوقت، وأريد أن أستقر لنذهب إلى مكان لا يعرفه أحد، وحتى أن اضطررنا بأن نقطع الصحاري والبحار فهذا لا يهم. أبي؟ خيرا يا بني، ما بك؟ لقد أتانا ضيف يريد أن يدخل. حسنا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. انظر أبي، ديلديمير صنع سيفا لك وسيفا لأختي، يقولون إنه أفضل حداد وعنده أفضل السيوف. لا يا بني، أنا أعمل بمهنتي كما يعمل الجميع، هذا لكم. شكرا لك. اسمعيني يا ابنتي، السيد أرطغرل ذهب، ولا يجب أن تبقوا بلا سلاح حتى يكون مطمئنا، وأنا أيضا سأطمئن. عن إذنكم سأذهب، سأبقى بجانب الخيمة، وإن احتجتم لأي شيء أخبروني.
ما الذي سيحدث هنا؟ يا ابنتي، أنا أعتبر أرطغرل كابني، ولهذا السبب لا أستطيع أن أرفض له أي طلب أبدا. بالإذن. هذا ليس جيدا. سوف نذهب من هنا. قل له نريد أن نرتاح، الخيول تعبت. يفكر في حليمة ويريد العودة للمخيم بسرعة، فإذا كنت تجرؤ قل له أنت. سيدي، لا مشكلة إن تعبنا، لكن الخيول تعبت. سيدي، سنأخذ استراحة على الساقية. إذن دعونا نسترح، سنتحرك عند الصباح. دوغان، أشعل النار. كما تأمر سيدي. اتبعوني دون أن ينتبه أحد. هيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا حل بهذا الغزال؟ رأيته وهو مصاب، الله أعلم من فعل به هذا وكم صيادا كان يتبعه. غالبا أنا الصياد. بما أن الفريسة هربت منك فهذا يعني أنك لست صيادا ماهرا. أجل، هذا ممكن. انظري إلي يا حبيبتي، استطعت الهرب من هذا الفارس، أليس كذلك؟ ما شاء الله، أحسنت. هيا، بسم الله، ستعود لك صحتك بعد وقت قريب. هيا يا عزيزتي، هيا اذهبي. من أين أتيت وأين تذهب؟ من دنيا فانية إلى باقية.
وأنت؟ ذاهب إلى حلب. أبقي عينيك مفتوحتين طوال الوقت حتى لا تصبح أكلا للطيور والذئاب. يوجد هنا ضباب، ابق محترسا. هل أن تقول لي ما اسمه؟ الأندلسي ابن العربي.